مشاركتك النهاردة في مهرجان القلعة ومشاركتك كمان قبل كده في المهرجان الأوبرا الصيفي؟ مشاركتي النهاردة من ضمن يعني الحفلات اللي أنا بعملها للأوبرا السنوية، بقالي أكتر من سنة بشترك فيها. النهاردة المهرجان بتاع القلعة طبعا حفلة عادة بتبقى مميزة عن باقي الحفلات بتاعة الأوبرا، لأن بيبقى فيها جمهور مختلف تماما، واللي بقول عليه جمهور الشعب المصري فعلا. يعني النهاردة المهرجان بالنسبة لي بيختلف طبعا عن السنين اللي فاتت، لأنه كمان بقى أخد صفة دولية، فبقى في موسيقى مختلفة كتير، الناس هيتعرض عليها أشكال وأنواع من الفن. فطبعا نتمنى أن احنا كمان نبقى بنفس القوة، يعني زي الحاجات اللي بتيجي وبتتعرض. شايفة ازاي دعم الأوبرا للفنانين الشباب؟ طبعا دي حاجة جميلة جدا منهم ان هم يدوا فرصة للفنانين الشباب اللي في مقتبل عمرهم ان هم يقدموا فنهم بالذات للجمهور المصري يعني. فطبعا دي حاجة يعني حاجة كويسة جدا جدا، واتمنى ان الاوبرا تفضل تعمل كده على طول. يعني الجديد اللي بتحضريه لجمهورك يا نسمة في الفترة الجاية؟ بصي، الفترة اللي جاية يمكن حصل فيها اختلاف بالنسبة لي شوية من أكتر من ناحية، وأهمهم الناحية الموسيقية والفنية، لأن أنا بحاول أن أنا أقدم الموسيقى اللي أنا بحبها، مش الموسيقى اللي مطلوبة مني أو المتوقعة بالنسبة للوسط أو بالنسبة للمستمع. يعني أنا بحاول على قد ما أقدر أن أنا أوصل لشكل موسيقي أنا حباه ومختلف، ده يمكن يخليني شوية ببعد عن السوق، ببعد عن السوق كتير يعني، كمان مش شوية. والموضوع بيبقى أكتر في اتجاه الموسيقى المستقلة كده، يعني بدور على سعادتي أنا في الموسيقى. بتحضري سينجل أو ألبوم؟ لا، بحضر في الوقت الحالي، يعني بسمع أكتر من حاجة وبدور على الكلمات اللي هتساعدني أن أنا أوصل للاتجاه اللي أنا عايزاه.